واصلت القوات المسلحة تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة، وذلك في إطار حملة شوف بنفسك. وتأتي تلك الزيارات المتواصلة التي تنظمها القوات المسلحة لتعظيم روح الولاء والانتماء لطلبة الجامعات المصرية للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع. شوف بنفسك، إنجازات جمهوريتنا الجديدة. وصلت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة، وده في إطار حملة شوف بنفسك. شملت الزيارات مجمع مصانع أسمنت بني سويف، واللي بيعمل في المقام الأول على توفير احتياجات المشروعات القومية، ويعد علامة مضيئة على خارطة الصناعة المصرية. مبهور جدا من اللي شفناه النهارده، ان احنا كنا بنشوفه على التلفزيون بس، وان احنا قدرنا نشوفه في الواقع. المشاريع دي بصراحه كنت بشوفها في التلفزيون بحجم صغير شويه، فما كنتش متخيل ان هي بالكميه الكبيره دي. انا هنا من بني سويف اساسا، بس ما كنتش متخيل الموضوع، كنا بنشوف الكلام ده كله على التلفزيون، بس ما كنتش متخيل ان المكان بالحجم ده او بالروعه دي كلها. بصراحه مجمع المصانع للشركه الوطنيه كنت اسمع عنه، بس ما اعرفش ان هو بالحجم ده ومن احسن المصانع على مستوى العالم لانتاج الاسمنت. كنت بدرس حاجة وجيت شفت حاجة تانية خالص جميلة بجد، فمبسوطة قوي قوي بجد باليوم وبالمصنع. ما كنتش متخيلة المصنع بالجمال والرقي ده، انبهرت قوي. أنا سعيدة جدا لزيارتي لمجمع مصانع الأسمنت الوطنية، جميل جدا. ما كنتش متوقع إن البلد يكون فيها مصنع بينتج حاجة بالجودة دي وبالكفاءة دي. ما كنتش متخيلة إن مشروع زي كده هيتم على أرض مصرية بالنظام ده، وقد إيه هو فعلا فوق الوصف، هو فعلا حلو جدا. وشكرا جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي على حاجه زي كده، طبعا عظيمه جدا جدا جدا. انا شايفه الحقيقه الانطباع الحلو للشباب وهم طالعين من الزياره الجميله دي، اتمنى ان ده يعني دايما يتكرر، علشان نقوي اكتر واكتر روح الانتماء الجميله اللي جوه شبابنا لبلدهم مصر. كمان تم تنفيذ زيارات ميدانيه لطلبه الجامعات لمجمع الانتاج الحيواني بمدينه السادات، واستمعوا لعرض تفصيلي عن المجمع واليات العمل به، واللي بيهدف لتنمية الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل للشباب وسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من اللحوم والألبان. احنا دلوقتي في مجمع الانتاج الحيواني في مدينة السادات. طبعا اللي بنشوفه على التلفزيون بيكون نموذج مصغر، احنا فعلا اللي شفناه في ارض الواقع فوق الهائل فوق الوصف. الصراحه اللي احنا كنا بنشوفه في التلفزيون حاجه، اما جينا هنا على ارض الواقع حقيقي بجد حاجه حلوه جدا ومشرفه. انا مبسوطه جدا ان انا جيت وشفت الحاجات دي وشفت الاجهزه المتطوره على ارض الواقع. فعلا الموضوع يعني على ارض الواقع حاجه مشرفه جدا لمصر والانتاج الحيواني عموما في مصر. فكره ان احنا ننزل على ارض الواقع ونشوف الحاجات اللي بنشوفها في التلفزيون طبعا مختلفه، واكيد احسن بكتير. انا شفت التلفزيون حاجه، لما جيت هنا لا، فعلا الواقع اجمل واحسن بكتير. احنا هنا في مكان فخر لمصر كلها، واي مصري دايما بنسمع في التلفزيون او على السوشيال ميديا بيقولوا ان دول بره متقدمه. احنا وجودنا هنا بيثبت للكل ان مصر متقدمه اكتر من الدول اللي بره، واحسن الاجهزه هنا على اعلى مستوى. ده يعني حاجه فخر لينا كلنا، وبجد احنا فعلا في عصر الحداثه في مصر. وكمان تم تنظيم زياره طلبة الجامعات لمنطقة توشكا، واللي بتعد ملحمة إنتاجية زراعية تعمل بكامل طاقتها على مدار اليوم دون توقف لتحقيق طفرة زراعية تساهم في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين. أنا بحب أشكر القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الرائعة اللي خلت شباب مصر الواعدين يشوفوا الإنجازات على أرض الواقع، اللي كنا بنعتبره خيال اتحقق على أرض الواقع. طبعا احنا النهاردة مبسوطين جدا، شفنا بعينينا ولمسنا بإيدينا العظمة اللي بتقوم بها الدولة والمشروعات الجميلة اللي احنا ما كناش بنشوفها قبل كده. فاحنا مبسوطين جدا وبنشكر سيادة الرئيس على دعمه المستمر لطلاب الجامعات المصرية. يعني كنت فاكر انها صحراء، اللي هو احنا رايحين نشوف ايه، طيب احنا هنروح نتمشى في صحراء. ما كنتش متخيل ان انا ممكن الاقي اي حاجه اتفرج عليها او اي انجاز اصلا معمول. لما انا جيت بنفسي هنا وشفت اللي حاصل هنا بعيني، يعني وجهه نظري اتغيرت تماما. لما ابتدينا نشوف المشروع القومي اللي مصر شغال عليه والانجازات اللي متحققه بالفعل قدامنا، يعني وجهه نظري اتغيرت تماما. احنا ما لقيناش صحراء، احنا لقينا انجاز بالفعل بيتحقق، لقينا مشروع قومي مصري فعلا شغال عليه. طبعا حابب اشكر فخامه الرئيس على كم المشروعات اللي تم تنفيذها واللي شفناها بعيننا على ارض الواقع. طبعا حاجه قمه في الخيال ان الصحراء تكون كلها بقت عمار، زراعه، استصلاحات.
بجد بجد حاجة عظيمة وتحيا مصر. انبهرت من الوضع هنا، انبهرت من ان مصر قادرة تعمل كده، قادرة توفر فرص عمل، قادرة توفر زراعة، قادرة توفر تنقل من الدلتا لهنا، قادرة تعمل تبني وتستصلح اراضي زراعيه بمساحه مصر كلها هنا. السوشيال ميديا والانترنت ما كان ظاهر لنا الحاجه دي بالشكل اللي احنا شفناه بشكل واضح. المزرعه بصراحه كانت جميله جدا وكشفت لنا حاجات كتير يعني احنا اول مره نعرفها. شفنا مصر بتتطور، مصر بتتقدم اقتصاديا، واحنا طبعا عندنا مشروع توشكا من اكبر المشروعات على مستوى الشرق الاوسط كله. لا مصر قادره انها تعدي، قادره انها تتقدم اقتصاديا، تتقدم زراعيا بهنا مشروع توشكا وفي مصر كلها. بعد توجيهات السيد الرئيس طبعا زياره الجامعات والمدارس لأرض توشكا، احنا موجودين هنا بنشوف على أرض الواقع، بنشوف المعلومة صح بعينينا، بنلمس بإيدينا تراب مصر. وفي لفتة إنسانية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن اهتمامه بالشباب، اطمن تليفونيا على أبنائه من طلبة الجامعات خلال زيارتهم لمنطقة توشكا، وطلب من الشباب نقل ما شاهدوه من إنجازات لأسرهم وزمايلهم. احنا بنشكر معالي السيد الرئيس والله العظيم، ربنا يوفقك يا رئيس. عليكم السلام. عليكم السلام. اسمع اسمع. وهات طيب يا رايس. واهلا وسهلا بيكم بودكاست. والله احنا شفنا حاجات سياده الرئيس عينيه فعلا، يعني ما حدش يقدر بعد كده يعمل اشاعات او يقول لا الحاجات ما بتحصلش. احنا لمسنا الحاجات وشفناها، يمكن سياده اللواء النهارده شرح لنا كل حاجه بشكل مفصل حقيقي. يعني الحمد لله يا فندم. نشكر حضرتك يا سياده الرئيس، بنشكر حضرتك جدا، بنشكر حضرتك جدا، وحقيقة بلدنا عظيمة جدا، والوعي اللي حضرتك يعني كانت مبادرة جميلة من حضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. فينا فينا. تحيا مصر. تحيا مصر. لينا لينا. بكرة أحلى. بكرة أحلى. فينا فينا. تحيا مصر. تحيا مصر. زيارات متواصلة بتنظمها القوات المسلحة لتعظيم روح الولاء والانتماء لطلبة الجامعات المصرية للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع. شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة.